الصراع العربي الإسرائيلي نشأت ملامحه في نهاية القرن التاسع عشر، بالتحديد عام 1897 بعقد المؤتمر الصهيوني في بازل بسويسرا بزعامة تيودور هرتزل، الذي قرر إنشاء دولة إسرائيل ليتجمع فيها شتات اليهود المنبوذين في دولهم والتي تحاول التخلص منهم. هرتزل صراحة: أننا نبني من أجل أوروبا مخفراً في الشرق الأوسط يعزل المشرق العربي عن مغربه، بمعنى أن هدف قيام إسرائيل الأساسي هو اختراق الأمن القومي العربي والمصري بالذات، والذي كان يعتمد دائماً على أن أمن مصر يبدأ من الحدود البعيدة للدول المجاورة لها. وقد نشأت إسرائيل في مرحلة زمنية كان الاستعمار الغربي يسيطر على دول المنطقة ويتحكم في سياستها الخارجية وقدرتها الدفاعية، لذلك صارت عمليات هجرة اليهود إلى فلسطين تحت نظر وسمع وحماية الانتداب البريطاني. ثم جاءت المؤامرة الكبرى عندما أعلنت بريطانيا انسحابها من فلسطين يوم 14 مايو عام 48، ليعلن ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل غير عابئ بقرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين الذي يحمل رقم 181 على سنة 1947، ولتبدأ جولات الصراع العربي الإسرائيلي. بدأت الجولة الأولى في 15 مايو عام 1948، وذلك من خلال تنسيق عربي غير متكامل واختلافات في الرأي على مستوى وحدود الصراع والأهداف. وقد حقق الجيش المصري مهامه في بداية الحرب باقتدار، واخترق الدفاعات الإسرائيلية ووصل إلى مسافة 32 كيلومتراً من تل أبيب. كذلك حققت الجيوش العربية المشاركة مهامها بدرجات متفاوتة. عند ذلك شعرت الدول الاستعمارية الحريصة على قيام إسرائيل خطورة الموقف الإسرائيلي، وأوعزت إلى مجلس الأمن الدولي بإعلان هدنة يوم 11 يونيو عام 1948، ووضع شروط بعدم تغيير أوضاع القوات، وأن تمتنع الدول الكبرى عن إمداد الأطراف المتحاربة بالسلاح طوال فترة الهدنة. ولكن هذا القرار تم تنفيذه فقط على الدول العربية، بينما انهالت على إسرائيل المساعدات خاصة في سلاح الطيران، ووصل لها ما يقرب من 60,000 متطوع من الشرق والغرب حققوا تفوقاً على كل الجيوش العربية. لذلك فمع انتهاء الهدنة في 8 يوليو تغيرت مسارات المعارك، خاصة بعد أن أعلن الجيش الأردني الذي كان يقوده الجنرال البريطاني كلوب تجميد أوضاعه. واستمرت المعارك وتغيرت الأوضاع وتعددت قرارات الهدنة، وحققت إسرائيل هدفها الأول، وهو تثبيت أوضاعها كدولة في الشرق الأوسط عند توقيع الهدنة بين مصر وإسرائيل في رودس في 24 فبراير عام 1949. تلتها اتفاقات هدنة مع الدول العربية الأخرى، وخرجت إسرائيل من هذه الحرب بضرورة صياغة نظرية أمن قومي. سهر بن غوريون على وضعها مع أكبر خبراء الاستراتيجية في العالم، وما زالت معمولاً بها حتى الآن. وخرجت الدول العربية بمسؤولية كبرى لا بد من تحقيقها في الحفاظ على عروبة فلسطين. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لحماية فلسطين باسم الأمة، باسم الأمة. رئيس الجمهورية، مادة 1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وأن
تنتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات. في أعقاب تأميم قناة السويس عام 1956، عندما تذكرت الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا مقولة هرتزل إن إسرائيل تعد مخفراً لأوروبا في الشرق الأوسط، لذلك فقد تم الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه في سيفر بفرنسا بأن تكون إسرائيل هي مخلب القتل الذي يبدأ بالحرب، ثم تتدخل إنجلترا وفرنسا لإنذار الأطراف المتحاربة بالانسحاب إلى 10 كيلومترات شرق وغرب القناة، ثم تبدأ مرحلة التدخل العسكري الأنجلو-فرنسي. وكان هدف هذه الحرب من وجهة النظر الغربية هو تقليص الدور الثوري المصري في المنطقة وتدمير القدرات العسكرية المصرية وإعادة احتلال مصر والهيمنة على قناة السويس. وكان هدف إسرائيل تأكيد دورها الجديد في المنطقة كعميل يعتمد عليه الغرب في تحقيق أهدافه. وقد سارت المعارك خلال هذه الجولة من الصراع سياسياً وعسكرياً ضد أهداف الدول الاستعمارية، وتحققت البطولات المصرية، ووقف شعب بورسعيد إلى جوار قواته المسلحة يقاتل رغم فارق القوة، وأيد الرأي العام العالمي موقف مصر التي خرجت من هذه الجولة من الصراع منتصرة سياسياً. أما إسرائيل فقد خرجت من هذه الحرب بقرار تنمية قدراتها للاعتماد الذاتي على نفسها في الجولات القادمة. في نفس الوقت اكتشفت الولايات المتحدة أهمية وجود إسرائيل كذراع طويلة في المنطقة أو حاملة طائرات أمريكية تحقق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية. اجتمعت في هذه الجولة الأهداف الإسرائيلية مع الأهداف الأمريكية في توجيه ضربة عسكرية لمصر تنهي فيها المد الثوري المصري وتأثيره على المجال الحيوي في منطقة الشرق الأوسط. وانتهزت إسرائيل فرصة وجود 40% من القوات المصرية في اليمن لتبدأ الحرب في 5 يونيو، بعد أن نفذت خطة خداع هائلة تأسست على أن الهدف الرئيسي هو سوريا، لكن هدفها الأول هو مصر. وفي هذه الحرب فقد ظلمت القوات المسلحة ظلماً بيناً نتيجة قرار الانسحاب الخاطئ، حيث أن 70% من القوات المصرية لم تواجه العدو، ولكنها واجهت الطيران المعادي أثناء انسحابها على طرق محدودة، وبما أدى إلى خسائر حوالي 80% من المعدات والأسلحة. إن النكسة التي واجهتنا كانت أكبر مما توقعنا، ومن ذلك فإننا لا نستطيع أن نقفز قفزاً، مش ممكن، ما نقدرش نقفز، ما نقدرش نقفز بغير تدبير كاف إلى أول طريق يقابلنا، وإنما لابد أن ندرك أنه من الضروري علينا أن نعيد البناء الشعبي والعسكري لقوى الوطن المصري. وكان لابد بعد هذه الجولة أن تشتعل حرب الاستنزاف، حيث لم تستسلم مصر لنكسة يونيو 67، واعتبرتها حادثة مؤلمة يجب ألا تتكرر أبدا، وبدأت في إعادة بناء القوات المسلحة على أسس علمية حديثة. وكان لابد من اختبار إعادة البناء من خلال حرب محدودة لاستنزاف قدرات العدو والإيحاء للرأي العام العالمي بأن مشكلة الشرق الأوسط لا تزال ساخنة، وحتى لا يتحقق لإسرائيل أحد أهدافها بأن تجعل من قناة السويس
خط هدنة جديد.